وضربة ركنية الآن. لعبت الكورة، فيها خطورة والتعادل السريع، الرد السريع من تورينو. أنطونيو سانابريا البديل الناجح ها هو يسجل هدف. باكورد يا سلام يا سلام على الهدف، هدف التعادل الآن في أرضية الملعب، يعود سريعا في المباراة، عاد سريعا في المباراة. شوف هنا الكرة محدش معاه خالص، وهنا هقولها لك باللغة الدرغة بتاعة الكرة، دبل كيك من سانابريا. بيريت لا يستطيع أن يفعل فيها شيء وتسكن في شباكه عشان تبقى 1-1 لتشتعل المباراة من جديد. تشتعل المباراة من جديد.